ومن بيروت ينضم إلينا العميد الركن المتقاعد يعرب صخر الباحث في شؤون الأمن القومي والاستراتيجي. سعادة العميد أهلا بك دوما مجددا على شاشة الحدث. شاهدنا الآن الاستراتيجية العسكرية في الداخل اللبناني وكيف توسعت، والسؤال لك كعميد في الجيش سابق، كيف يتوسع الميدان بحساب طرف على طرف بعد أن شاهدنا هذه الاستراتيجية العسكرية والمنطقة العازلة أيضا؟ تحياتي، أولا أهنئك على هذا التقرير وقد يغنيني عن كلام كثير. فعلا رائع. نعم، إسرائيل فرغت تقريبا من المرحلة الأولى، وهي كما تكلمت عن إنشاء المنطقة العاجلة، سماها نتنياهو المنطقة المضيفة وانعدمت فيها الحياة. هذه الغرض من المنطقة، المرحلة الأولى، هو ثلاثة أشياء. الشيء الأول منع الأسلحة المباشرة أن تطال شمال إسرائيل، وهي الأسلحة المباشرة التي تتعلق بالمضادة للمدرعات، يعني صواريخ كورنت وألماس، هذه الأسلحة المباشرة ومداها ما بين 5 إلى 6 كيلومترات. ثانيا لاكتشاف الأنفاق وتفخيخها وتفجيرها، كون الدرس الإسرائيلي أن إذا سيطرت ما فوق الأرض لا يكفي عليها أن تسيطر على ما تحت الأرض كذلك، وهو ما تمثله الأنفاق. وثالثا لاكتشاف كيف يقاتل العنصر حزب الله، وهو مقاتل متمرس على الأرض في الميدان وله خبرات كثيرة، لاكتشاف وسائله لاكتشاف وسائله وأساليبه وكيف يقاتل وخطوط دفاعه وقنادقه واستجماع معلومات. هذا كله في المرحلة الأولى. طورت إسرائيل هذا إلى المرحلة الثانية، ونراها كيف في القطاع الأوسط، يبدو أنها عجزت عن الاختراق في القطاع الأوسط، يعني بنت جبيل وجوارها، ورأينا في منطقة بلدة عيناتا كيف تعرض الجيش الإسرائيلي لكمين وتفخيخ منزل. إذن أصبح التركيز نراه الآن تركيز أساسي وتركيز ثانوي. التركيز الأساسي يبدو أنه من الغرب عبر إنشاء مربط مدفعية لكي يطال صور، وأصبحت صور بعيدة عن شمع في هذا المربط 20 كيلومتر، ومربط مدفعية في القذائف التقليدية تطال 25 كيلومتر، يعني ليس فقط صور في انطلاقا من مركزية شمع، مركزية هذا المربط، بل شعاع دائري بمسافة 25 كيلومتر يمكن أن تطاله المدفعية الإسرائيلية أصبحت الآن، وقد تطال وتطال طبعا في القطاع الشرقي لتتوازى مع القطاع الأوسط، عفوا لتتوازى مع القطاع الشرقي. طيب، إنما هناك نقطة ثانية ميس، تمركز هذا المربط المدفعية في شمع كذلك منه أنا أستشف أن إسرائيل سوف تحاول كذلك التقدم نحو البياضة على الساحل، وإذا سيطرت على البياضة تقطع طريق الساحل. هنا هي استطاعت أن تكتنف قوات اليونيفيل الموجودة في الناقورة، يعني لم تشتبك أو بشكل مباشر مع كل قوات اليونيفيل، بل اكتنفتها والتفت حولها بالوصول إلى شمع، وثم يعني حامول وشيحين إلى الشمال. طيب سعادة العميد، أسفة على المقاطعة، ولكن لفتني ما تحدثت به عن القطاع الغربي والشرقي. افترضنا جدلا أن إسرائيل استطاعت تطويق القطاع الأوسط، إن استطاعت تطويق القطاع الأوسط في المعادلة الجغرافية التي شاهدناها وشرحناها، كيف ستتغير المعادلة السياسية؟ صحيح، يعني هذه السيطرة ليس بالضرورة السيطرة على القطاع الأوسط، إنما السيطرة بالنار كما قلتي، الشرق ومن الغرب. طبعا هذا كله النجاحات العسكرية لا تستثمر إلا في السياسة في النهاية، يعني لم أستطع استثمار النجاح في السياسة فكأنني لم أحقق شيئا، ويأتي وقت وينتهي مفعوله. طبعا إسرائيل الآن في مرحلة استثمار النجاح لزيادة الضغط وزيادة المكاسب وزيادة وفرض الشروط الخاصة بها على المسار السياسي الموازي لمسار دبلوماسية النار التي تتبعها الآن إسرائيل. فإذا دبلوماسية النار، وقالها نتنياهو نحن نتفاوض بالنار،
نحن الضغط بالنار، والدبلوماسية الآن يمثلها هوكشتاين الذي أتى إلى لبنان ومن ثم سوف يأتي إلى إسرائيل. يعني هذه إملاءات إسرائيلية بالنار وفرض شروط لتحقيق مكاسب قدر ما أمكنها لنحو المخرجات التسويية التي يمكن أن تحصل وتحصل، وأنا لا أرى ذلك، والتي قد لا تحصل وأنا أرجح ذلك. طيب دكتور سعادة العبيد، تتحدث أنه الدبلوماسية رهن الميدان، وشرحت لنا أيضا عن المناطق الحدودية، ولكن بطريقة مبسطة للمشاهد الذي لا يفهم الخريطة الجغرافية اللبنانية أو بنسب معينة، إلى أي نسبة أو إلى أي حد سيطر الجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية اللبنانية؟ سيدتي، هي ليست سيطرة مباشرة، هي بالتأكيد، سيطرة وهذا ما أردت منك أن تشرحه. نعم، هي يمكن أن تكون سيطرة مطاطية أحياناً، تحتل نقطة أو تداهم أو تخترق في مكان ما، أو تأخذ مسلك تقدم أو محور اختراق أو توغل، تحقق هدفاً، تأسر، تفجر، تكتسب معلومات ثم تنسحب وتنكفئ وتعود. وأحيانا إذا كانت منطقة حيوية تربط بها لوقت معين ثم تعود. يعني نحن الآن في الحروب الحديثة سيدتي، الحروب الحديثة لم تعد تتكل على الجيل الرابع، جيوش الجرارة والمدرعات والعالية الكلفة، أصبحت تتكل على حروب الجيل الخامس التي يمكن تحقيق أهداف بوسائل أقل كلفة، مثل الحروب السيبرانية وعمليات الاغتيال والمداهمة والإغارة وعمليات الكوماندو والإنزال وجلب أسرى. طبعا هذه الاحتلالات هي ليست دائمة بل مطاطية، والنقاط الحاكمة والأساسية طبعا هي محتلة، كما نرى في الشمع وإنشاء مربط مدفعية، معناها أن تثبيت الأقدام هناك ليس بأمد قصير بل لأمد أطول من ذلك لتحقيق أهداف. وشرحت لك للسيطرة بالنار المدفعية، ولا ننسى السيطرة الجوية وكذلك السيطرة البحرية من البوارج، كله استراتيجيات سيدتي تخدم بعضها وتنسجم مع بعضها، مفهوم، لتحقيق أهداف عسكرية، وهذه الأهداف العسكرية لفرضها في السياسة. سعادة العميد، شكرا